الإخوة الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فهذه وصية من النبي عليه الصلاة والسلام في زمان الفتن وفي أوقات الفتن، ومما لا شك فيه أننا في هذه الأيام نعيش فتنا في بلادنا السودان، وكذا في كثير من بلاد المسلمين. فقد روى الإمام مسلم من رواية أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، إلى آخر الحديث. ومن أعظم الفتن التي نعيشها هذه الأيام هي فتنة المظاهرات والخروج على الحاكم المسلم في هذه البلاد، كما حصل من قبل في كثير من بلدان المسلمين وما زال يحصل. والواجب على المسلمين في ذلك أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في حال الاختلاف والتنازع. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فربنا أمرنا في حالة النزاع والاختصام والفتن أن نرد ذلك كله إلى الكتاب وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ففيهما الحل وفيهما العصمة والمخرج من كل فتنة، كما قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا يا جماعة، وما خلى لنا وصية لأحد من رؤساء الأحزاب، سواء كانت اليسارية ولا اليمينية كما تسمى وتزعم. النبي عليه الصلاة والسلام حل القضية في حديث أبي هريرة من رواية مسلم أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: عليك السمع والطاعة، يعني للحاكم، في منشطك ومكرهك وعسرك ويسرك وأثرة عليك. قال: تسمع وتطيع للحاكم المسلم في منشطك ومكرهك، حتى في الحاجات التي تكرهها، وعسرك ويسرك، برضو في حالة العسر والرخاء يعني، وكذلك في حالة العسر والشدة يعني. قال: وأثرة عليك، والأثر أن يستأثر الحاكم أو من حوله بأموال الناس وبدنياهم. برضو النبي عليه الصلاة والسلام قال في حالة العسر وفي حالة المكره وفي حالة الأثرة إنه يشيل أموال الناس، قال: برضو عليك السمع والطاعة. وأيضا روى مسلم من رواية حذيفة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اسمع وأطع للأمير، وإن جلد ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. جلد ظهرك وأخذ مالك يعني ظلمك، قال برضو أسمع وأطع. فيبقى النصوص واضحة يا جماعة في حرمة هذا الخروج على الحاكم وحرمة المظاهرات. وما بيزول يقول والله أخذي سلمية، لأنه الليلة ما سلمية، ماتوا كم أسع، ماتوا كم هنا بالسودان الآن، ماتوا كم، ماتوا كتار يا جماعة. عشان كده الشغل والسلمين قال ما في حاجة اسمه مظاهرة سلمية أبدا، بيدعوها سلمية في النهاية بتبقى شنو؟ دموية. وأول خروج حصل في الأمة دي بدأ بالكلام بالكلام وانتهى بالدم، ولليلة ما انتهى. فذو الخويصرة التميمي وهو حرقوص ابن زهير جل النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد، إن كان الله أمرك أن تعدل فإني لم أرك تعدل. فبدأ الاعتراض على الحاكم، على النبي عليه الصلاة والسلام. أول ما بدأ في هذه الأمة المسلمة بدأ بالكلام، ما بدأ بالسيف، بدأ بالكلام إلى أن تطور وانتهى بالدم، فقتلوا عثمان بن عفان. وأحدث الفتن والبلايا في زمن عثمان وحين مقتله
وبعد ذلك إلى يومنا هذا. عشان كده ما تسمعوا كلام شيوخ الفتنة، أنا بسميهم شيوخ الفتنة، بعض أئمة المساجد وأصحاب العمائم واللحى يخدعوا الناس، والله يفتنوا الناس، أخرجوا وكسروا وسووا وسووا وسووا. بل بعضهم لمن خطب عمل قريب 30 مقطع وكم خطبة، فإن الناس واجب يخرجوا على الحاكم بتاع السودان. الناس لمن استجابوا له طلعوا، قام كبارة دخل جوا الوضع، فيبقى ده شيوخ بتاع فتنة، وناس دجالين وناس محتالين يا جماعة، والله بيغشوكم، والله الذي لا إله غيره بيغشوكم. وكلامنا ده الليلة صح، أنا الناس كثير من الناس بيشوفوه حار، لكن ده الكلام اللي بيصلحك، لأنه ما كلامي، ده كلام ربنا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. فهل يمكن أو يعقل أو يتصور أو يتخيل إنه في واحد من شيوخ الفتنة ديل يكون أعلم بمصالح البشر من النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل في واحد من شيوخ الفتنة ديل ادعوا الناس للخروج وللمظاهرات اللي عندنا بالسودان، هل في واحد منهم أرحم ولا أرأف بالنبي عليه الصلاة والسلام اللي قال لك أصبر على الحاكم ولو أخذ مالك وجلس ظهرك؟ وربنا قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. في واحد من شيوخ الفتنة ديل أرحم من النبي صلى الله عليه وسلم وأرأف بهذه الأمة المحمدية الأمة الإسلامية؟ ما في. وإذا ده كله الناس ما نظروا له، أنظر لمن حولك من الدول التي هدمت تماما، عائل لليبيا. ليبيا أنا شفت مقطع صورة موجودة حقيقية، كاتبين في الحيطة تحت البيت أحد البيوت في ليبيا قال: ممنوع رمي الجثث، كاتبينها بالبوهية كبيرة في حيطة. هنا بيكتبوا ممنوع رمي شنو؟ الأوساخ، يقول لك بأمر الشرطة أو كده. هنا قال لك اتطوروا في سيلان الدماء، نسأل ربنا يعصمهم من الفتن هذا الشعب المسلم، اتطوروا في ذلك لحد ما بقى يكتبوا ممنوع رمي الجثث تحت هذا الحائط. عينوا لسوريا، أكثر من 2 مليون مسلم ماتوا وفقدوا قبل أيام قليلة، ماتوا في يوم واحد 15 طفل سوري بسبب البرد، بس 15 ماتوا كده في مخيم واحد في مكان واحد بسبب البرد فقط، لأنه قاعدين تحت الخيام لا تقي من الشمس ولا من الحر ولا من البرد ولا من العدو ولا من المطر. ماتوا أطفال، ديل ذنبهم على منه؟ ذنبهم أول شيء على شيوخ الفتنة الفتنوم، وغشوهم باسم الإسلام وباسم الدين، والدين الإسلامي ورب السماء، والله العظيم بريء من فتاوى هؤلاء شيوخ الفتنة الفتاوى المضللة. والغريب أن شيوخ الفتنة ما بيطلع، ما حصل يوم شفنا واحد منهم طلع المظاهرات. دعوا الناس المظاهرات والخروج على الحكام المسلمين والقتل والدماء والتشريد والتفجير والتكفير إلى غير ذلك، ما شفنا يوم واحد من شيوخ الفتنة ديل طلع قدام في مظاهرات، بل ما شفنا واحد من أولادهم طلع. عشان تشوفوا الناس المحتالين لها درجة، يا ناس اتعظوا، يا ناس ما يغشوكم الناس ديل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين. احنا ما ممكن نلدغ 700 مرة، قال لك المؤمن الصحيح صحيح مرتين ما بلدغ، احنا نلدغ يا جماعة 700 مرة كل مرة؟ ونصدق الناس الكذابين ديل؟ واحد طمعان له في حكم، او طمعان انه يزيح ده عشان هو يجي يحكم هو، او الحزب بتاعه يحكم هو ويعينوه وزير ولا رئيس ولا والي، يطلع كده تموت وهو عايش في رفاهية تامة. فاتقوا الله ايها المسلمون في هذه البلاد واعصموا دماءكم. ربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما. وربنا سبحانه وتعالى قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. دي كلها وصايا من ربنا سبحانه وتعالى. الإنسان ما يهلك نفسه ولا يقتل نفسه، لأنه الليلة السؤال بتاع بعض الأحزاب، لأنه كثير من الناس الطالعين ديل، كثير منهم بل أكثرهم ديل أحزاب، بنعرفهم أحزاب يسارية وأحزاب علمانية وأحزاب شيوعية وأحزاب غير تدعي الإسلام والإسلام الصحيح منها براء، خارجين
أنا ما بقول ما في شعب سوداني، في من ضمنهم قد يكون ناس سودانيين لكن قلة، الشعب يعني الناس الما منظمين للأحزاب، قلة الما منتمين للأحزاب، غالبيتهم ديل المنظمين ديل والحزبيين ديل. بل لما نتكلمنا قلنا الرسول قال الخروج حرام على الحاكم المسلم ولو كان ظالما، ولو كان ظالما. قالوا ثاني إذا ترجعون لكلام الرسول القديم قبل 1400 سنة، فده لو جاء ويتولى عليك حيصلح الحال كيف؟ زول يعادي الرسول عليه الصلاة والسلام، زول ينادي بالحرية. قالوا موضوع ما الأحزاب، مش الشعب السوداني المسكين ده، الأحزاب أنا يعني ديل بينادوا بالحرية، التحرر من الدين أصلا، موضوع ما موضوع دقيق زي السودانيين الباقين العامة يعني، ولا موضوع موضوع بنزين ولا سيولة، ديل موضوعهم إنه ما دايرين ناس يمشوا مسجد ذاته. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم حرم الخروج على الحاكم المسلم ولو ظلمه إلا يكفر كفر بواح عندكم فيه من الله برهان. ومعنى الكفر البواح قال ابن حجر رحمه الله أي كفر لا شك فيه ولا مرية فيه، واضح عندكم فيه من الله برهان. الحالة الثانية يمنعكم من الصلاة، فهل الآن إحنا منعنا من الصلاة؟ ما في ولا شبر في السودان ده إحنا قاعدين منعنا فيه من الصلاة أبدا، والحمد لله الجماعة قائمة والجمعة قائمة والجماعات قائمة والمحاضرات قائمة في المساجد، الأمور ماشية، بل نحن في أمن وأمان. عشان كده دائما الخوارج أصحاب هذه الأحزاب والتنظيمات، أنا بعنيها بالذات الناس المنظمين بعنيهم، شفت ديل الضالة المنحرفة ديل ما خرجوا إلا للدنيا عشان يحكمهم، وهل في النهاية حيصلحوا يعني؟ هل في النهاية حيصلحوا يعني؟ فعشان يحكمهم، عشان كده جاء رجل للحسن البصري، رجل من الخوارج كان، قال له إني سائلك عن الخوارج، قال له الخوارج طلاب دنيا، فقال يا أبا سعيد كيف يكونون طلاب دنيا وهم يسيرون بين الرماح والأسنة؟ قال أمنعك الحاكم الصلاة؟ قال لا. قال أمنعك الزكاة؟ قال لا. قال أمنعك الصيام والحج؟ قال لا. قال أرأيت لما منعك الدنيا خرجت من أجل الدنيا فأنت صاحب دنيا. عشان كده علي بن أبي طالب لما تكلم عنهم قال هم طلاب دنيا ولو ولوا عليكم لعملوا فيكم بأعمال كسرى وهرقل. فاتعظوا اتعظوا، قول الآن جاز ما في، أها طلعت حصل كتل، ده كتل ده وده كتل ده وده كتل داك وده كتل داك، لا يدرى القاتل من من قتله ولا المقتول فيما قتل كما تنبأ النبي عليه الصلاة والسلام. أخير تقتل ولا تكون عايش هسه فيه وبعدين ما في، وتاني فيه وتاني ما في، وتصبر لحد ما ربنا يحله، وبيسخروا من الصبر. ربنا قال إن الله مع الصابرين، لما نقول الآيات دي في بعض أصحاب الأحزاب اليسارية والعلمانية بيسخر والله من الآيات دي، يقول لك نصبر نصبر لبتين، الله قال اصبر. الرسول عليه الصلاة والسلام لما تنبأ بحكام ظلمة في بعض البلدان في آخر الزمان قالوا ألا ننابذهم بالسيف يا رسول الله؟ قال اصبر، قال أدوا الحق الذي لكم، الحق الذي عليكم، وسألوا الله الذي لكم، واصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالقال أصبروا ده النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يمكن من بشر يسخر من كلام ربنا ومن كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ودار يولى هذه البلاد في يوم من الأيام ويعدل بين الناس. زول ظلم فيما بينه وبين الله واتهم الله بالجور والظلم، واتهم النبي عليه الصلاة والسلام واعترض على حكم الله ورسوله الذي أمر بالصبر، فكيف يجي يعدل بين البشر؟ هما أخاف رب البشر يا ناس. فأصلحوا نفسكم بنصلح حالكم، أصلحوا نفسكم بنصلح دولتكم كلها، كما قال الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. بعدين أقول لك يا أخي انتوا طيب رأيكم شنو في الجماعة اللي بيقتلهم ديل؟ نحن ما قلنا يقتلوك، نحن قتلناك، نحن ما قتلناك، نحن موضوعنا ذاته ما هنا، نحن موضوعنا أنت ابتداء ما تخرج في مظاهرات وخروج على الحكام من بيتك عشان ما يقتلوك، بعد ده قتلك منو أنا ما بعرف، في النهاية حصل قتل
ده قتل ده ولا ذاك ولا ذاك ولا ذاك، حصل دماء، السبب شنو؟ السبب هذا الخروج. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال اصبر اصبروا يا أخي. الحاكم لو كفر عديل قال لا إله والحياة مادة زي الشيوعيين دي مثلا، عديل كده الخروج عليه جائز لكن بشرط توفر القدرة، ده بعد ما يكفر الكفر البواع عديل، لأنه يبقى جهاد بعد في سبيل الله، وإذا ما عندهم القدرة حرام عليهم يخرجوا، لأنه ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وأنا كنت الآن في السعودية جلست مع العلماء، مع كبار العلماء، منهم الشيخ صالح اللحيدان معروف من هيئة كبار العلماء، كان رئيس القضاء ومن أعلم العلماء الموجودين الليلة، ودل من العلماء أن نحسبهم ما بيجاملوا ولا بينافغوا، ماذا إذا قال لهم أخرجوا خشى اللوضة وجب الليل كأنه يقول إني بريء منكم إني أخاف الله رب العالمين. ده ما في زي ده، المنهج ده واحد، ونحن هذا الكلام ده قاعد نقوله من مما عرفنا الدين ده، بنقول الخروج على الحاكم المسلم ولو كان ظالم حرام، وده ما كلامنا، كلام ربنا وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ونتحدى بأي زول، ما غيرنا كلامنا ده مش ولا يوم والله ولا لحظة ولا ثانية، لأنه ده بنعتقد دين يا جماعة، مش مجاملة لحاكم أو ظلم لمحكوم، ده دين. النبي صلى الله عليه وسلم قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض، موضوع انتهى ما في نفاق. فسألت هذا العالم شيخ اللحيدان حفظه الله تعالى، فحملني وصية للشعب السوداني خصوصا، قال لي قل لهم التزموا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبمنهج الصحابة رضي الله عنهم، وارجعوا إلى الكتاب والسنة بهذا المنهج يصلح الله أحوالكم، أما الخروج والدمار فإنكم لن تجنوا منها إلا خسارا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلست مع الشيخ محمد بن هادي المدخلي من العلماء في المدينة النبوية حفظه الله، فبرضو نفس الوصية يوصي الشعب السوداني، وده العلماء عندهم شفقة عليكم، وما دارين مناصب، ما زي بجماعتنا اللي بيلفوا بيدوروا ديل شيوخ الفتنة اللي عندنا هنا، الليلة بدين بعدين المسا تاني بواحد تاني جديد، القبيل في الخطبة يقول لهم اخرجوا، المسا يجوت في الكرسي يقول لهم لا معلش، ما في زي ده، واحد حرام حرام، الناس يزعلوا خليه يزعل، لأنه ده الدين، أنت بتزعل من ربنا، تزعل من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. الغريب قبيل عملنا مباشر في الفيسبوك، تكلمت برضو كلمة قليلة نحو من هذا الكلام. في واحدين وانا اعرفهم دول المنظمين، لانه الشعب السوداني اخلاقه ما زي ده، كلام بذيء من الصره للركبه، شتموني به وانا ما زعلان، لكن ده انا خاطبكم بعقولكم، ان كانت الاحزاب اليساريه دي ولا غيرها عندها عقول اصلا، انتوا الان في المظاهرات بتقولوا شنو؟ حريه حريه، صحيح ولا ما صحيح؟ حريه حريه، طيب من باب الحريه حقتكم انتوا بس، حقتكم ذاتها، أنا بقول الخروج على الحاكم حرام، المسلم حرام كده، الآيات والحديث ذكرناها قبيل، بس كده من باب الحرية، مش حرية يعني أي زول حر، يعني أي زول يقول رأيه، أنتم من هسه قبل ما تمسكوها ما دايرين الناس يكونوا شنو؟ يمارسوا حريتهم، طيب إذا مسكتوها كيف بعدين؟ يبقى ذلك كذابين يا ناس، ما يغشوك بحرية حرية زي، لو حرية بالمناسبة كان ردهم المنطقة على كلامنا ده، يقولوا والله من باب الحرية التي ندعو إليها، فالناس أحرار، واحد يقول حرام، واحد يقول حلال، واحد يقول واجب، واحد يقول أخرجوا، واحد يقول ما تخرجوا، لأنه حرية، صحيح ولا ما صحيح؟ إذن ده كله شغل بتاع دجل وشغل بتاع إجرام بس، شعارات بيرفعوها عشان يكمموا الأفواه بعدين، وهم لسه ما مسكوا أصلا. ولذلك التزموا أخيرا بكتاب الله وبسنة النبي عليه الصلاة والسلام وبالرجوع إلى العقيدة الصحيحة. الناس توحد الله، ربنا بينزل لك الرزق، والله لو عايش في صحراء جرداء قاحلة وحتى ربنا ما أشركت به، ما عبدت لك قبر ولا قبة ولا لبست لك تميمة ولا حجاب ولا حلفت بالشيخ ولا تابعت لك طريقة تدعو إلى عبادة القبور والشرك بالله والكفر بالله، الله بيصلح لنا أحوالنا.